نتائج وزيد تاخر لنا 20 ولا 30 سنه اخرى. احنا حابين تغيير حقيقي، تعطيهم الكلمه للشعب يخير شكون اللي يمثله حقيقه في البرلمان هذا، ونروحوا لامباكت جديد يسموه اول نوفمبر جديد كيفاش نبني بلاد، لان اول نوفمبر السابق ما عادش صالح للجزائر الان، لان يدار من اجل تحرير البلاد، تحقق التحرير. الان مهمتنا كيفاش نبني البلاد، وبالتالي لازمنا مؤسسات اخرى نبنيها، نبني بها البلاد، ما نبقاوش كيما هكا متاخرين. الناس كلها تتطور، الترك تطوروا، ماليزيا تطورت، الناس كلها تطورت، احنا عندنا امكانيات اكثر منها وما نجمناش نبنيو بلادنا. اذا الشباب لازم ياخذ مصيره الان ويبني، يدير مؤسساته الدستوريه ويدخل في المعركه ويبني بلاده، ما يبقاش يطيش روحه في البحر، لازم يخدم مصيره هنا. هذا هو واش نحوسوا، ما نحوسوش حاجه اخرى، حوسوا الشباب يستلم المشعل الان. انا مثلا طبجناني فت خلاص يعني، والجيل تاعنا، الجيل تاعنا، الجيل تاعي انا، الجيل جيل كان طحان ورخيص، ما نجمش يفتك هذه القضيه من البركه فيك يا استاذ، البركه فيك يا استاذ. الجيل هذا المفروض ياخذ الوعي تاعو ويبني مؤسساته ويبني بلاده وما يطيش روحه في البحر. هذا هو اللي لازم.